اشترك والصيد عجاج، نزلت بزبالة ونزلت، شو فارقة معك؟ يا رقبتك ولا يا ركبتك؟ ان شاء الله بتقبرني هالرقبة. ايه؟ يوم موقفك ما عجبني بلوب، مو انت ميسون اللي بعرفك. لك كان حدا بيرفض شقة بالمشروع؟ بتعرف شو بده بدل الشقة؟ شو بده؟ الفيلا المعمرة قال شو على أرض مشاع؟ ايه، وأنت شو فارقة معك؟ الأرض مو مشاع، الأرض تابعة لمصلحة الأحراج. قصص مفاتح رزق للشجر لحتى طلع فيها. والفيلا عاملها كلها خشب. إزاز ولا خشب؟ شو خشب اللي خلفونا؟ كله قصه من الحرش، تعدي على المال العام. مو ببلاش، عم يعرض عليك شقة بالمشروع، كتر خيره. لا الله لا يكتر خيره، الشقة اللي تبرع لي فيها مو شقة اللي انفضوا، أكيد عم يشيلها من طريق شي معتر. نبيل، بدك تقلي إنه أمي ما معها؟ بإيش؟ ما غلطت لما قالت عنك لبيب وزكي، بس شو اسمه ما بيعمل عملتك؟ ليش شو اسمه؟ قول الحمار فرد مرة. لكان حدا بيصح له شقة وبيرفس النعمة. لك هي شقة تسعيرتي يا مدام، حق ضميري يلي ما بينباع، حق شرفي يلي ما بيتلطخ، حق أخلاقي ومبادئي وأفكاري، وأنا مو مستعد أبدا أتخلى عنهم مشان شقة وأربع غرف ومنافعهم. شبك نبيل، أنا عم أقول رأيي على جنب، بس قدام الناس أنا معك 100%. هذا مو مجرد رأي، أنت عم تدلشيني على فاهمي. أنا رح أفتح الباب، سكيها الموضوع كله. ما بعرف، ما لحقت كمل كلمة ممنوع، لقيت حالي مبطوع. وإن شاء الله ما حطوا لك شفت بظهرك. بلا سمعت واحد عم يقول لي حطوا لي إياه بظهره، أمله هداك حنت الفشكة فيها. ليش؟ شو ريبال؟ ما عجبك بالأدغال؟ على شعرك قلتي رح تترملي يا عفورة. خرجك الله لا يقيمك، هيك بصير مع اللي ما بيطاوق حرمته. بالعكس مرت عمي، هذا وسام شرف على صدره. تعي ميسون نساعد ريبان دخله لجوا. تعي تعي حبيبي تعي. منيح اللي الوسام مو على ظهره مثل عجاج. لك في غلط ما عم بعرف شو هو. احسن شي دور بالمعجم. ايه روحي. مشان تاني مرة ما تغدر فيني. ايه بدي اعرف مين اللي غدر بالتاني، انا ولا انت؟ انا قلت لحالي يا بنت حرام ريبال خليه يرتاح له شوية. مشان تريحيني بتكبي لي مي باردة. انا ما كنت ناوية اكب لك مي باردة، انا كنت ناوية اسلمك شغلة احسن. طيب ليش ما حكيتي من الاول؟ قلت لحالي بجربك بس طلعت مو لقيان الدفشة. طيب ما صار شي، هلا بتحجج بالقتل وبطل. بالعكس، منيح اللي حطوك هنيك، اليوم انا رح اتضمن منجرة مشان الحرش شيتك. لك يا حاجة الدكيه هلا بتفهم. بالعكس، دكيها قد ما فيكي مشان تفوت من جنب وتطلع من جنب الثاني. لك هيك بنحطنا فوقنا وتحتنا حخرته وبارود. نحن مانا رايحين لنادي الرماية، نحن رايحين نتصيد. الغزال لازم يطب من أول خطوشة. مو ضروري يطب، بنجرحه ونقطة انتهى. ليش الوحشية؟ ما بنستفيد شيء، إذا الغزال ما طب بأرضه ما بيوقف لتصفى آخر نقطة دم بجسمه ولحقيه مكلف مثل لحقيه. الضبع مرت عمي، إذا الجرح وما وقع بيضل لاحق ما بيحل عنك ليفصفص عباره. يا كان أصلا أنت هذا اللي بدك إياه يا مقواس. ضحكت عنزي على باب مزيان. وجع. ايش عملت لي؟ مو لك لنبي. شو ما في حدا غيري يرد على الباب؟